كان وصل لنا سؤال خلال الفترة اللي فاتت بعد ما فيديو أورام المثانة كان موجود على الصفحة الخاصة بمستشفى الإسكندرية للكلى والمسالك. كان السؤال من مريض سنه 45 سنة وإنه بيدخن بشراهة، وقال إنه سمع في الفيديو إن التدخين له علاقة كبيرة بأورام المثانة وكان قلقان وعايز يطمن على نفسه. الحقيقة إنه وضحنا في الفيديو واتكلمنا عن قد إيه التدخين سواء كان إيجابي أو حتى التدخين السلبي، وكمان التعرض للأدخنة والمواد الكيميائية والمواد البترولية، كل دي عوامل بتزيد من نسب حدوث أورام المثانة سواء بنوعيها. المريض اللي يشعر ببعض الأعراض البولية الحادة زي حرقان البول المستمر، ألم أثناء البول باستمرار، تقطع البول، عدم نزول البول بإنسيابية زي الأول، ظهور بول مدمم سواء بكل درجاته، قد يكون البول معرق، قد يكون البول لونه أحمر فاتح لون الشربات الفاتح، قد يكون اللون الأغمق، قد يكون دم صافي، قد يكون معاه كمان قطع دم متجلطة. كل دي أشكال متعددة من كلمة بول مدمم أو نزيف بول. هنا لابد من أن المريض يلجأ إلى استشارة الطبيب المتخصص، وهنا بنقول دورنا في قسم أورام الكلى والمسالك في المستشفى استقبال الحالات على مدار اليوم خلال أيام الأسبوع السبعة، اللي من خلالها بنبدأ في تشخيص الحالة. يعني طبعا التعامل مع الحالة الطارئة، إذا كان في نزيف، إذا كان في تجلطات دموية قد يحدث وينتج عنها احتباس بولي، هنا بيبقى في التعامل الطارئ للحالة، ضبط الحالة العامة، وإذا كانت تحتاج إلى مثانة تحتاج إلى التشخيص، أورام المثانة تحتاج إلى التشخيص بالمنظار. يعني لابد من أخذ عينة من ورم المثانة، لأن بناء على هذا القرار العينة هتقول معلومة مهمة جدا، هتقول إذا كان هذا الورم سطحي، إذا كان هذا الورم متشعب عالي النشاط قليل النشاط، كل دي معلومات بنحطها في ملف المريض علشان نوصل للقرار النهائي. إيه يا دكتور قصدك بكلمة سطحي ومتشعب؟ أقصد إنه جدار المثانة اللي بيتكون من الجدار الرقيق اللي بيقابل البول، ثم عضلات المثانة، ثم الدهون المحيطة بالمثانة. إذا كان الورم لازال في مرحلة إنه موجود في الجدار الرقيق فقط ولم يصل إلى جدار المثانة، إلى عضلات المثانة، ده اللي بنسميه الورم السطحي، وده له حلول كتير وله علاجات كتير. مش ما بنبدأش أبدا بالتدخل الجراحي، لأنه بيستجيب للاستئصال بالمنظار، استئصاله كاملا بالمنظار، ثم بعض العلاجات التحفظية زي حقن مناعية داخل تجويف المثانة باستخدام أسطرة، ثم المتابعة الدورية بالمنظار والتحاليل. الحاجات دي بتساعد في الوقاية من تكرار الأورام السطحية، طالما بدأنا بقى نتجنب الأسباب أو عوامل الخطورة اللي على رأسها التدخين. أما إذا كان الأشعة قالت إنها تشعبت والعينة اللي اتخذت بالمنظار بينت إن الورم وصل إلى جدار المثانة، إلى عضلات المثانة، هنا بقى نبدأ نقول إن فيه انتشار، وهنا ممكن نتكلم عن التدخل الجراحي، لأن طالما حيطة المثانة، جدار المثانة، الخرسانة بتاعت المثانة وصل لها الورم، هنا يبقى لابد من الحل الجراحي اللي بنعتبره من أفضل الحلول إن لم يكن أفضلها، وهو استئصال المثانة الجذري طالما حالة المريض تسمح. السؤال اللي هيتبادر لأذهاننا على طول، شلت المثانة، طب البول اللي نازل من الكليتين بالحالبين هيروح فين بعد كده؟ جزء أساسي من العملية الجراحية هو تحويل مسار البول، وده ممكن نبقى نشرحه بتفاصيل أكتر في فيديو منفصل عن طرق تحويل مسار البول مع عمليات استئصال المثانة.